إذن عن وضع التعليم في العراق في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم. دكتور سلوان السلام عليكم. يعني رغم استمرار أزمة فيروس كورونا وزارة التربية تعيد دوام المدارس ليوم واحد، لكن هنا ما أثر هذا القرار دكتور على المنظومة الصحية والتعليمية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا العام هو يفترض عام سلامة الطلبة والمعلمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا اللي هو يسموه كوفيد-19. نعم. وهذه تتصدر أولويات العالم، نحن لسنا بلد منعزل عن العالم. هناك منظمات أشرتم إليها، اليونسكو، اليونسيف، هناك دول عالمية ما بين متقدمة وما بين متوسطة ومتخلفة، كلها خلال فترة أزمة كورونا كانت تخطط لإعادة فتح المدارس والتعليم بشكل عام. وهذا التخطيط لم يكن فقط من أصحاب القرار، إنما كان بالتداول مع الجهات الصحية والجهات التعليمية وأولياء الأمور واللي نسميهم إحنا الآباء، الذين يقدرون المشاكل اللي تواجه ابنائهم في هذه المشكلة الأساسية. فأن توجد توازن ما بين التعلم والسلامة في هذا الوقت أمر صعب. فلات يعني وزارة التربية عندما بدأت بيوم واحد هو حقيقة يعتبر شيء بسيط، لأنه أفضل من الجهل. إذا ما تفتح الدراسة سيبقى التعليم مغلق، ومعناه أنت تساهم في تجهيل. لكن هذا اليوم غير كافي إلا إذا كانت الدولة قد أخذت بالاعتبار إمكانيات توفير إمكانيات وقدرات التعليم عن بعد يرافقها الأيام اللي تكون متواجدة ماديا داخل المدرسة. طيب دكتور، ونحن نعرف دكتور في هذا السياق يعني العديد يتساءلون، هل يمكن أن يغير عودة المدارس ليوم واحد فقط في الأسبوع يعني وضع التعليم، وبالتالي هل يستطيع أن يرفع من كفاءة الطلاب؟ لا طبعا. التعليم أصلا هو تعرض لهزات في العراق منذ 2003. طيب التعليم يعني حقيقة احنا في أسفل سلم التعليم، احنا ما بدنا نتكلم يعني جانب، هذا جانب تعليمي وتربوي ليس سياسي. التعليم في أسوأ أحواله، وتذكرون حضراتكم اللي كان يعني في عام 19 كيف كانت الأزمة في استمرار التعليم والتظاهرات بتوفير أجواء مناسبة، فكيف إذا أنت جبتها في يوم واحد؟ الوضع يزداد سوءا. التربية قررت يوم، لكن على ماذا تعتمد؟ أين هي خططها؟ أين هي منصاتها؟ أين تهيئتها لجانب اليوم أنت تحتاج في المدارس أن توفر وسائل الحماية للمدرس والطالب، التعقيم، الإشراف المباشر على الطلبة. الآن أسمع تقريركم، طالب حتى يطلع وثيقة يحتاج لأسبوع. بالضبط. هذا لا توجد هكذا في دول العالم إلا في العراق. والآن هذا الوضع اجى زاد الطين بله، يعني زاد الوضع سوءا بسبب الوضع المنهار في التربيه والتعليم والتعليم العالي. دكتور هنا يعني بالحديث عن وسائل الحمايه التي تفضلتم بها قبل قليل، هل نجحت عمليه التعليم عن بعد التي طبقتها الحكومه؟ هل بمعنى اخر هل البنيه التحتيه في العراق كانت مهيئه لذلك؟ حسب معلوماتي الشخصية يعني لم أطلع أطلع على ما ينشر في المنصات والوسائل، لا توجد أي تصريح لوزارة التربية أن تقول أنه هي هيئت مستلزمات سنة دراسية. يعني هذه السنة يفترض الطالب يأتي متلهف للجانب التعليمي والعلمي، لكن حقيقة يفاجأ بأنه ما بين يوصل المدرسة وزخة مطر بسيطة تخلي الشوارع تصبح بحيرات، ويعني يعود خائف مسكين هذا الطالب إلى
الى بيته او عندما يكون في المدرسه. المدرسه متهالكه. اليوم مدارسنا كانت يعني كثيره مكتظه بالطلاب. طيب اليوم حتى تسوي مدارس يجب ان تخلق يعني تباعد اجتماعي، يعني الصف تقسمه الى قسمين. طيب اين هاي الوسائل؟ اين هي هاي البنيه التحتيه اللي وفرتها وزاره التربيه او التربيه والتعليم والتعليم العالي؟ العالم كلها حتى بالجوامع، مثال بسيط، هنالك تباعد اجتماعي. فكيف اذا نتكلم عن طلبه مكدسين؟ طيب هذا راح ياثر على الجانب الصحي بالضبط. راح يزيد عندك الـ 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 يعني اللي يتاثرون واللي ينعدون بالفيروس، وبالتالي انت ما حققت شيء، حققت شيء بسيط اعلامي لكنك لم تحقق بناء حقيقي. نعم دكتور. احنا نعمل فقط لواجهات وليس لبناء حقيقي يؤدي الى خروجنا من هذا المستنقع اللي وقعنا به بسبب الاحتلال البغيض ومن جاء معه. من الدوحة الدكتور سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم، شكرا جزيلا لكم.